أجمل الصباحات عليكم مشاهدين الكرام. صباح الخير، صباح المطر، والمطر هو عبارة عن خير بالنسبة لنا، وبصراحة إحنا محتاجين أمطار أكثر. لكن الناس اللي شوية مناطقها تغرق، اللي هذه شوية تتأذى من المطر، فلازم نراعي هذا الموضوع. اليوم إحنا دنعيش جو جميل بأمطار بفرحة، وإحنا بنهاية هذه السنة حلو نستقبل عامنا جديد، وآخر أيامنا تكون كلها أمطار وخير وفرح، وأهل الزرع يعرفون ليش أسولف. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. بلا ذكر أنه اليوم الجو حلو، فالجو الحلو شنو ينقص الصبح؟ قهوة. أي لا، إحنا شربنا قهوة. أي كان أكو نقاش بيناتنا وين أكو أحسن قهوة، وأكو منافسة قوية. أهلا بكم مشاهدين، أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة، والبداية من عندكم خبر بآخر وأهم الأخبار لصباحكم لهذا اليوم. البداية من رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، اللي أكد عن قرب أو على قرب الإعلان عن 10 مدن سكنية جديدة في عدد من المحافظات، وذلك خلال الإعلان عن إطلاق العمل في مشروع مدينة الجواهر السكنية الجديدة في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد. السوداني أكد أن الحكومة أعلنت عن 5 مدن سكنية كمرحلة أولى تشيد في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ونينوى والأنبار، ولاحقا سيتم الإعلان عن 10 مدن سكنية جديدة في محافظات أخرى، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى نحو 300,000 وحدة سكنية تستهدف من خلالها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كما سيكون هناك التزام بأسعار الوحدات السكنية لتبقى ثابتة. لفت رئيس الوزراء إلى أنه مشروع مدينة الجواهر الجديدة سيتضمن ولأول مرة 25% من الأراضي المخدومة راح توزعها الحكومة بين المواطنين وفق آليات يتم اعتمادها، تشمل المدينة 30,000 وحدة سكنية متنوعة و10,000 قطعة أرض سكنية مخدومة وجامعات ومراكز تجارية نحو 70 مدرسة. وإلى وزارة الداخلية، حيث أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن هناك جهدا كبيرا مبذولا خلال عام 2022، خاصة في النصف الثاني من العام، واليوم لا توجد لدينا مشاكل في أغلب دوائر الجنسية، لافتا بالقول إلى أننا نطمح للأفضل خلال العام المقبل من خلال التحول الكامل للجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية. تابع الشمري أن الوزارة حددت مطلع أذار المقبل موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، وعلى الدوائر المعنية التهيئ للإعداد الكبيرة اللي سوف تراجع لاستحصال البطاقة، وكذلك إعداد خطة لإعادة بناء وتأهيل أبنية دائرة الجنسية في المحافظات وفق نموذج موحد. أعلن وزير التربية إبراهيم الجبوري افتتاح 22 مدرسة الأسبوع الماضي، وقال إن عملية بناء وتأهيل المدارس مستمرة، مبينا إن الوزارة تسلمت حتى الآن أكثر من 500 مدرسة بناء جديد، فضلا عن تأهيل أكثر من 1800 مدرسة. أشار الوزير إلى افتتاح 22 مدرسة جديدة خلال الأسبوع الماضي، مؤكد أنه عجلة العمل مستمرة وصولا إلى تحقيق الدوام الأحادي والقضاء على الدوام المزدوج في المدارس، وتابع أنه الإعلام جزء لا يتجزأ من وزارة التربية، منوها بأن مسألة إضافة المادة الإعلامية إلى المناهج الدراسية مطروحة للدراسة. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني 2024. قال المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران أنه الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة
بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداء من يوم أمس الأربعاء. مشاهدينا، هذه كانت آخر الأخبار وأهمها بيعتكم. خبر الآن إلى نشرة الطقس مع آخر تطورات. الآن مشاهدينا نروح نشوف فقرة المرور وحركة سير المركبات في شوارع بغداد. غني يا بغداد، عرض موسيقي ضخم سيعرض على شاشة اليو تي في حصريا ليلة رأس السنة. هذا العمل يجمع الموسيقى العراقية مع العربية مع العصف الغربي، لتواصل أعضاء الفرقة بلغة أنغام الموسيقى متناسين إنهم من دول متفرقة. طبعا يبرز هذا العرض المرتقب، يبرز جمالية المزج بين الأغاني العربية والموسيقى الغربية، حيث أنه حدث فريد من نوعه ويكاد يكون الأول. اليوم احنا راح نتعرف على بعض من تفاصيل هذا العرض في هذا التقرير. مرحبا من قلب يريفان عاصمة الموسيقى والجمال، يسعدنا ننقل لكم حصريا على شاشة قناة يو تي في الحدث الموسيقي الأكبر والأول من نوعه في العالم، كونسيرت تقدمه ساكو وهي أكبر أوركسترا في الهارمونية في العالم، تتضمن عازفين من مختلف الجنسيات، جمعتهم الموسيقى تحت سقف واحد. أما المفاجأة الجميلة أنه هالكونسيرت بتأليف وتوزيع وقيادة موسيقار عراقي، يتضمن أغاني عراقية لكن بنكهة عالمية. حتى تعرفون تفاصيل أكثر وتعيشون الأجواء المميزة ويانا، ترقبوا تغطيتنا للكواليس والبروفات الخاصة. لا تروحون بعيد وابقوا ويانا. من جمهورية مصر تتواجد ضمن أعضاء الأوركسترا الفيلهارمونية عازفة البيانو دكتورة رحاب، والمتخصصة أيضا بطرق العلاج بالموسيقى، واللي هي أيضا العربية الوحيدة في الأوركسترا. حتى نتعرف عليها أكثر تعالوا يعني. أنا دكتورة متخصصة في مجال العلاج بالموسيقى وكونسرت بيانيست أو عازفة البيانو في أوركسترا ساكو. أوركسترا ساكو أسسها دكتور سالم عبد الكريم، وهي أكبر فيلهارمونيك أوركسترا في العالم. قدمنا وعزفنا في أماكن كتير زي مثلاً الرويال ألبرت هول، زي أسبانيا، ألمانيا، ومؤخراً عزفنا في كأس العالم. كانت من ضمن المشاركات اللي بالنسبة لي تجربة رائعة بالنسبة لي إن أنا أشارك في حاجة زي كده. أتيحت لي الفرصة من فترة إن أنا أزور العراق. بصراحة قد إيه شعبها كان مضياف وكريم، وذهلت بالتنوع الثقافي، بالثراء الموسيقي عندهم، بكل حاجة كانت حلوة. وده يمكن كان انطباع كامل لما اشتركت في التجربة ديت، اللي هي ان انا اعزف مؤلفات عراقية كانت مؤلفة خصيصا ومعدة، يعني التوزيع بتاعها كان معد خصيصا من دكتور سالم على اساس ان احنا نقدمه. اتعرفت فيها على قوالب، على انغام، على ايقاعات زي مثلا اللامي الحويزاوي، الزنجيل، والحاجات ديت احنا ما بنستخدمهاش في مصر. من
دكتور سالمي هيك. أريد أن أقول أن لدي خبرة في عزف الموسيقى العربية، وعزفت مع فيروز ومع جوليا بطرس. الموسيقى العربية مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا، لأن الموسيقى العربية لها جمالية خاصة، واستطاع دكتور سالم أن ينقلها لنا بطريقة ساحرة. وحب الموسيقى الشعبية النقية لجميع الأمم، إنها مثيرة جدا، سواء كانت عربية، سواء كانت روسية أو إيرانية، فهو أمر مثير للاهتمام للغاية. وبما أننا موسيقيون كلاسيكيون، فقد اجتمع معنا أفضل الموسيقيين في يريفان من عدة فرق، لذلك من المثير جدا عزف هذا النوع من العمل. منذ عام 2017 نتعاون مع الدكتور سالم. لقد أعجبتني كثيرا الموسيقى العربية، فهي ممتعة جدا، هناك نوتات عربية فريدة للغاية. لقد تعاوننا مع دكتور سالم عدة مرات، لقد ذهبنا إلى بلدان مختلفة، لقد ذهبنا إلى إنجلترا، ذهبنا إلى مدريد، وهذه المرة جاء الدكتور إلى أرمينيا. الحقيقة اتصل بي أستاذ سالم عبد الكريم، هنالك أعمال إن شاء الله أغنيهن، ثلاث أعمال غنائية جديدة، وأيضا نريد نراوي العالم الغربي والشرقي، يعني ما هي العلاقة بين الموسيقى بصورة عامة. الموسيقى لغة عالمية مشتركة، فيعني إن شاء الله يعني أكو أغاني عراقية مع أوركسترا، هذا شيء جميل ومفرح حقيقة. إن شاء الله ينال استحسان الجمهور الكريم، وإن شاء الله يأخذ صدى أكثر في كل بلدان العالم. القضية الأولى هي الإحساس الموسيقي مشترك، يعني هم يعرفون النوتات، عندهم مكتوب سكورات والنوتات موجودة حاضرة. إحنا العلينة أنه الفراغ الموسيقي هذا اللي موجود، اللي ما يعزفوا، هم ما يعزفون الميلودي، احنا نغطي، احنا وي كبرت، يعني قصدي احنا نغطي الـ 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 الاغاني والاعمال الغنائيه. بس هذا فد شيء رائع، انه الميكس او الشيء المشترك اللي يربطهم، وهو انه دي يسمعون غناء عراقي بعزفهم، يعني مع آلاتهم. وهذا قلت لك هو القضيه الاولى، هو الاحساس، هي القضيه الموسيقيه الاولى الاحساس. غني يا بغداد مو حفل عابر ابدا، هذا وثيقه موسيقيه شاهده على تنوع الثقافه الموسيقيه والغنائيه بالعراق. هذا العرض راح يكون استثنائي وفريد ومنوع، وتقريبا يشبه العراق لانه يضم كل الوانه ومكوناته وقومياته. انا يعني كلش سعيد انه يو تي في اهتمت بهذا العرض المهم، وصراحه أنا يعني ذكرت بالحلقة السابقة أنه قناة يو تي في دائما تسلط الضوء على أمور مهمة جدا اليوم المواطن والمتلقي محتاج يشوفها ومحتاج يسمعها حتى يعرف شنو يمتلك هذا البلد وبلده، شقد مهم وشقد به أشياء المفروض إحنا نهتم بها. صحيح بلال، وهذا المهم، يعني اهتمام قناة يو تي في بكل هذه المحطات وبكل هذه الفعاليات المهمة، هي أكيد بالنهاية رسالة لكل المستمعين أو لكل المشاهدين، حتى يوصلون رسالة أنه هذا العراق وهذا تنوعه وهذه هي موسيقى العراق المنفردة واللي ما إلها أي مثيل
آخر. أكيد إحنا راح نكون وياكم على ترقب وبانتظار هذا الحفل المهم واللي راح يقدم كثير للموسيقى العراقية. مشاهدينا، على ذكر التنوع، الآن إلى مدينة السليمانية مع عازف مهم وهو أحد المشاركين في هذا الكونسرت، شوان أكرم، راح ينضم ويانا عبر السكايب من السليمانية. أهلا وسهلا بيك ويسعد صباحك، وأكيد المشاركة بهذا الكونسرت يعني خبر حلو أنه إحنا اليوم بدنا نتحدث مع أحد المشاركين اللي هم راح تكون لهم بصمة بنجاح هذا الكونسرت. التفاصيل عندك، وأني أعرف الحديث طويل والمشاعر كثيرة. وسهلا جميع، طبعا إلي شرف مشاركة المهرجان الماستر كبير سالم عنك. نعم طبعا اكو شوان، بصراحه يمكن ما قدرنا نوصل للصوت بشكل صح، احنا مكملين وياكم وراح نرجع لشوان ايضا بعد ما نروح الى فاصل ونرجع لكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، حتى نقترب اكثر من احداث الكونسرت غني يا بغداد، وحتى نتعرف اكثر على كواليس هذا الكونسرت واهميته وتفاصيله، ويانا العازف المهم عازف البيانو شوان اكرم من السليمانيه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم شوان. اهلا وسهلا بكم شوان. احنا شفنا الكواليس لكن شفناها كصورة، نريد نعرفها كصوت، ونريد شوية تسريبات من الأشياء اللي حدثت بكواليس هذا الكونسرت المهم، يا ريت تعرفنا أكثر. طبعا من بداية صباح الخير على المشاهدين المستمعين يوتيوبي، تشرفت شاركت ويا الدكتور المايسترو. نعم ما عندنا حظ ويا السليمانيه اليوم، خلينا نروح الكركوك. ما اعرف ليش ما يصير، بس بالعموم احنا يعني سعيدين جدا بانضمامك معنا، واكيد هذه الامور التقنيه يعني بسببها ما قدرنا نكمل الحديث وياك، بس مع هذا احنا راح نبقى باجواء الكونسرت المهم هذا، ويعني بالحديث عن الاشخاص المشاركين اكيد عندنا ضيف اخر يعني المفروض انه هو يكون ويانا، لكن مو من السليمانية، راح يكون ويانا من كركوك لكن بعد قليل. نعم طبعا بالمناسبة الموجودين سيتخيل أي شخص تقول له كونسرت وبهذا المستوى وبهذه الأهمية يتخيلهم كلهم كبار بالعمر. لاحظنا أنهم أغلبهم شباب، إذا كانوا العرب المشاركين أو العراقيين أيضا، وحتى الفرقة اللي هي كانت فرقة غربية مثل ما ذكر أستاذ سالم عبد الكريم أثناء الاستعدادات، وهذه نقطة حلوة ونقطة إيجابية ومهمة، وتخلينا نوصل لفكرة أنه الشاب الموسيقي العراقي هو مهتم بتفاصيل الموسيقى العراقية أو بالأغنية العراقية، وعنده طموح وعنده هدف ولا مانع أنه هو يسافر بها إلى بلدان أخرى ويعرفها على يعني باقي الثقافات، وباقي الثقافات بلال هي جدا تحب أساسا الموسيقى العراقية والعزف العراقي والأغنية العراقية، يستمتعون جدا بها. نعم بس هو العزف راح يكون بأسلوب غربي. نعم. راح يصير ميكس مهم ما جدا بين طبعا هو الموضوع مو بس هو مو مجرد يعني انه كموسيقى، لا موضوع اكبر من الموسيقى، الموضوع موضوع يعني حضاره، هذا موضوع حضاري مهم جدا. لذلك احنا راح نسولف مع قارئ
المقام اللي مشارك هو أحمد نجيب، نقول له أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أحمد. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم ولكل المشاهدين الكرام عبر قناتكم الجميلة. أحمد يعني صراحة أنا لا شفت الكواليس، بعض الكواليس هيك شاهدت من عندها، شفت أنه أكو هذا المكس، يعني هيك مكس بين قراءة المقام اللي متعود على إيقاع معين، على تفاصيل معينة بالعزف، من ينتقل إلى عزف غربي وإيقاع غربي وتفاصيل أخرى، هذا صعب. شلون قدرتوا؟ بشقد فترة تمرنتوا؟ شنو هذه الكواليس اللي نتعرف عليها؟ والله أستاذي يعني طبعا صعب جدا، لأن أنت تحول الشرقي إلى الغربي، وطبعا كلها من ساية الدكتورنا الكبير دكتور سالم عبد الكريم. يعني شوية تعبنا، وبس إن شاء الله تعبنا ما يروح البلاش إن شاء الله. كلش ممتاز. هسه اريد اعرف من عندك انت مشاركتك شنو كانت، اي مقام، اي موسيقى، اي ارث انطيتنا؟ والله مشاركتي طبعا من مقام العزم. نعم. والبسته تراثيه تركمانيه. هم نفس الشيء من مقام العزم. حلو. احنا هذا اللي ردنا يعني نتحدث به، اللي هو خصوصية المقام لكن باللون التركماني. تحدث لنا اكثر، يمكن هذا الموضوع هو يعني مو يعني الناس هواية سام عنه، بس احنا نريد اليوم نتعرف اكثر عن هاي الخصوصية اللي انتم يعني تمتلكوها كقارئين مقام باللون التركماني. تحدث لنا اكثر وغششنا هواية. من عيني التركمان العراق شعب عرقية تعود أصولها إلى قبائل الأوغز، والمعروف عنهم حبهم شديد للآداب والثقافة والتزامهم بالأعراف والعادات، ولهم شعر الشعبي والرباعيات المعروفة تحت تسمية القوريات. والغناء القوريات تعتبر من خصوصيات التركمان العراق ولا يوجد عند الشعوب الأخرى. حلو. ومشاركتي بالأخص مشاركتي لي فخر والاعتزاز بأن أكون ضمن الفعاليات الكونسيرت، كوني لأول مرة أعمل مع الأستاذ والدكتور المايسترو الكبير سالم عبد الكريم. وللعلم وهذا أول مرة تدخل الأغنية التركمانية إلى أوركسترة الدولية. حلو حلو. هو طبعا يعني الأغنية التركمانية لها تراثها ولها اسمها، لكن صراحة احنا مثل ما تعرف بالفترة الأخيرة ما صار اكو عمل، ما صار اكو شغل عليها، على الأغنية التركمانية او كثير من الأغاني، وتعرف انت كل بقعة من العراق هي بها لون خاص بها، فأريد شوية تميز لنا الأغنية التركمانية، ويا ريت تنطينا شوية فروقات بأدائك بين الأغنية التركمانية، جزء شوية هي تختلف عن حتى الأغاني اللي بشمال العراق، وتختلف عن بغداد، لها خصوصية، فياريت تنطينا شوية بعد عنها. صح صح. إحنا الخصوصية خاصة للغناء التركماني، خاصة خصوصية مالتنا القوريات، قوريات القالب الغنائي التركماني أخص بس التركمان. وهسه اقرا لكم فت قوريات من مقام العزم. يلا. ددجنا جزمان يخصنا قوياش مخصنا هانو سحر يل يل دادا يل بردار
Koksun ağlım gözlerim bir de yar koksun ağlım. Gülüm havar, havar, havara gelse ne var. Gözlerim ilde bir, senede bir halım sorsa ne var. Allah. شكرا. الله. أريد أسألك يعني اليوم هسه هذا الصوت الجميل وهذا يعني ما أعرف شو أقول يعني فعلا صوت مهم. هسه مرات يقول لك أنت شو موديك على المقام شو موديك على هذا تعال غني هسه الشبابي وصير عندك جمهور ويصير عندك ويجيب لك مورد مالي يعني من عندها المقام ما يوكل خبز شو تقول أنت؟ والله يعني كل واحد عنده آراء يعني والله شو أقول لك يعني إحنا أنا من طفولتي يعني دخلت على البيت المقام من 2004 دخلت البيت المقام العراقي فرع الكركوك مستمر اليوم إنه هذا يعني صح المقامات ما عدها يعني أقول لك كل المناسبات يدخل لكل المناسبات خاصة المناسبات العرائس طبعا الكركوك أكو مثلا القعدات وهذا لا المقام عندها خصوصية خاص ولهذا شوية يراد الفنان شوية يصبر حلو أنت مبين صابر خربان طيب احنا يعني جدا استمتعنا بالمقام اللي سمعناه بس نريد نسمع بعد اكثر واكثر اكيد انت عندك هوايه من الابداعات بس نريد نسمع مره ثانيه من عيني تأمرني اقراكم من بيات يلا نعم. من بيات اقراكم حلو اويلا سرمستم كي ادران كتمزم دنيا ندر Ben kimim, sakim olan kimdir mededi? Ben kimim, sakim olan kimdir? Mayu sahba nedir? Aman, aman, aman. الله أحمد يعني أحمد لما نتحدث اليوم عن بس قبل نعم. التحدثين ده يحكي هو بيات بس بياته البيات اللي قراه هو بجبل أكو احنا عندنا بيات الناصريه بهور داخل حسن والبيات صح هذا من صح يجتمع صح بيات الهور ويا بيات الجبل يسوي فد ميكس عظيم انا اتمنى انه انت والشباب الباقين من قراء المقام يسوون بيات ما بين الناصريه وما بين كركوك في يوم من الايام صح كلامك جميل جدا إيه والله يعني يحتاج هذا التناسق هذا التنوع المهم يعني ممكن الشيء الواحد هو بيتنوع أكثر من تفصيلة رغم يعني أكو مسافات مختلفة ويعني هم نفس المقام بس نفس المقام نعم لكن يختلف من محافظة إلى أخرى طيب فكرة اليوم أنه الأغنية التركمانية يعني نعرف أنه هي شقد حلوة وشقد إلها يعني مستمعين أنا أريد أعرف اليوم أكو اهتمام من الشباب من الأساتذة اللي عندكم شنو وضع المقام اليوم بكركوك؟ والله
موضوع المقام كركوك يعني كل شباب وكل العجائز اللي يحبون المقام خاصة الكركوك يحبون بكل التنوع، يعني التور الريفي والمقامات العراقية البغدادية والمقامات الموصولية والقوريات التركماني والمقامات الكردية، يعني كركوك يحب كل الأنواع. خاصة أنتم محاطين بالمقامات، أنت منا من يمك الموصل وأربيل وسليمانية وبغداد كلها قريبة عليك، صح صح. أنت محاط بهذا التنوع من الألوان الغنائية، فكرت تسجل شيء تبثه للناس؟ تصور شيء؟ شلون؟ شلون أستاذي ما تصور أغنية شيء فكرت هيك شيء؟ بما أنه أنت شكلك جميل يعني راح أعتقد يضيف للأغنية حتى نقدر ننشر المقام، نقدر نخلي نثقف الناس على هذا الموضوع. صح والله أستاذي، مسجلين هواي مسجل يعني بالتلفزيونات مسجل والمشارك على المهرجانات بصراحة الكليب والله مفكر بها إن شاء الله أسوي فد شيء خاصة للمقام، أريد أحول المقام على شكل ستايل جديد، يعني مو شرط المقام أنت تقعد فد مكان المغلق معين، لا خلي يصير فد كليب يعني يعني من وإن شاء الله. يعني صراحة فؤاد سالم يعني الفنان العظيم فؤاد سالم هو خلينا نقول رقق المقام وخففه وسوى دخله ضمن الأغنية العصرية، وهو يمكن أول واحد دخله بعد الفنان الكبير ناظم الغزالي، فممكن أنه يصير هيك محاولات. إحنا المقام هم نقدر شوية نخفف من عنده، يعني مو نغني مثل قبنشي مثلا، لا مثل هذه الأسماء المهمة صار يقدر الشاب يسمعها بأي وقت، بأي وقت تقدر تغني بأي بدون وقت ما يحس أنه أكو ممكن مود مختلف. صح صح كلامكم صح، وأنا هم على هذا أشتغل إن شاء الله، إن شاء الله يطلع فد شيء معقول إن شاء الله. أحمد إحنا سعيدين ب يعني مشاركتك أولا بكونسرت غنية بغداد وبنجاحك وباهتمامك أيضا بهذا المقام، نتمنى لك كل التوفيق، وأخيرا سعيدين بوجودك اليوم ويانا بصباحكم. مشاهدينا من هذا التنوع اللي كان جدا ممتع وحلو من كركوك محافظتنا هذه المهمة والمليئة بهذا التنوع الموسيقي والطائفي المختلف بمختلف الفئات. مشاهدينا احنا باقين ومكملين وياكم، راح اروح الى فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى تواصل. الفرق الموسيقية الشعبية دائما ما تكون حاضرة في الأعراس ومناسبات الأفراح، لكن في العراق تحديدا حتى عند الاحتفال بمنجز رياضي فحجم الفرح بهذا المنجز يعبر عنها الجمهور من خلال الفرق الموسيقية الشعبية. هذا ما حصل وحصل مع بعثة منتخبنا الوطني للدراجات اللي عاد للبلاد بعد أن حصد أوسمة ملونة في بطولة العرب اللي أقيمت في السعودية، وفي فيديو متداول تظهر طريقة الاستقبال الشعبية للمنتخب والاحتفال بهم وبإنجازاتهم. خلينا نشوف.
رغم صواريخ العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 80 يوما على غزة، يقاوم أطفال غزة هذه الحرب، بل حتى يساعدون ذويهم في الحصول على الحاجات الضرورية التي تبقيهم على قيد الحياة، وأصبحوا يأخذون أدوار الآباء وهم في بداية أعمارهم. من تلك المشاهد ما تداولته مواقع التواصل لطفل من غزة وهو يجاهد لجر عربة أطفال ملأها بقالونات المياه من أجل أن يروي عطش عائلته ويسير بين أنقاض البنى المدمرة. خلينا نشوف هذا الفيديو. مشاهدينا، وأخيرا أظهر مقطع فيديو متداول وهو فريد من نوعه، كيف قامت طائرة مسيرة بإنقاذ خروف من فكي ذئب قام بخطفه من بين القطيع، حيث تظهر اللقطات كيف استخدام الراعي الطائرة المسيرة لمراقبة قطيع من الأغنام في منطقة جبلية. طبعا الذئب حاول أن يسحب الخروف إلى منطقة بعيدة عن القطيع حتى يفترسه، لكن المفاجأة حصلت عندما اكتشف أنه مراقب بواسطة طائرة مسيرة. فماذا حصل؟ خلينا نشوف. مشاهدينا، هذا كان آخر خبر بتواصل. ربما غياب الرقابة على التصميم الحضاري لبغداد كان عامل أساسي في تشويه مظهرها. صرنا نشوف أبنية واقفة لكن بدون واجهة جمالية، مجرد مستطيل كونكريتي مغلف بمادة بلاستيكية، وهي أيضا مواد سريعة الاشتعال ويمنع استخدامها في البناء. لكن قبل أن نتحدث عن الرقابة من هي الجهة المسؤولة عن وضع تصاميم البناء اللي هي مجرد تراكم من الألوان اللي هي ما متناسقة نهائيا وضمن حدود ويعني ذوق الشخص اللي دايبني، كيفه كل من بكيفه، كل من يخلي الألوان اللي بكيفه، وكل من يسوي الشكل اللي بكيفه، وكل من باللي عجبه، وهي هاي مشكلة كلش كبيرة. مع العلم احنا عندنا أمانة بغداد، شكد حلو اسمها أمانة، يعني كلمة أمانة بغداد فكلمة رهيبة وبيها يعني معنى عظيم. اليوم راح نتحدث بهذا الموضوع مع شخص مهم جدا ومارس العمل الإداري بسنوات طويلة، المهندس محمد البدري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أول شيء سعيد بوجودك دائما أنت ويانا، وسنوات وإحنا نلتقي ونسولف، وأنت من الناس اللي يعني أحيانا يتحسر على اللي أشياء اللي تصير، يعني أحيانا أكو ناس تضوج من نشوف هذا الموضوع وتعرف أنه مو بيدها التغيير، لكن إحنا نحاول نحكي نسولف على مود نوصل رسالة. أنت اليوم شو تشوف الوضع؟ بداية أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين. اللي دا يجري اليوم في المدينة خطير. خطأ الطبيب أن يتوفى مريض، بس خطأ المهندس أن ينتج لك بناية تبقى وياك 50 سنة أو 40 سنة وانت تعاني من مشكلة التلوث اللي دا يصير. اليوم اللي يتحرك أمام وزارة التعليم العالي هاي البناية الراقية اللطيفة التي بنيت بالثمانينات، ويشاهد القوس الذي أضيفه في السياج، يشعر أنه لا، الوضع صار كلش خطير. وزارة التربية أيضا، وزارة التربية مجمع الوزارتين نعم، الموقف مؤشر أنه الوضع صار خطير، ولابد مو من كلمة، لا، لابد من صرخة. أنا أتحدث اليوم وأنا مسؤول عنك كمعماري، أريد أعيط من داخلي، لأنه ما ممكن بعد، يعني ما ممكن قبول هذا التشوه بهذا النمط بهذا. ها منو مسؤول عن هذا؟ فإن كان يعني ها منو يخليه يجي أشياء؟ إن كان من صممه مهندس فيجب أنه نرجع نعيد
تقييم الهندسه تقييم المهندس. بس هاي قضيه الدوله يعني واحد يصمم معقوله واحد مسؤول على هيك قضيه غير اكو لجان اكو ذوق عام اكو تفاصيل علميه لما يكون مشروع بسيط مثلا بوابه او سياج اي السياج الكونكريتي المسبق الصنع الكونكريتي اللي موجود هسه على المجمع الوزارتين اللي احنا ذكرناه لطيف وانيق وتفاصيلها لطيفه. البوابه القوس الذي نفذ فان كان مهندس مصممه انا اشك في شهادته حقيقه زين. بس ان كان قد احيل الى مقاول تعال سوي لنا هذا فهذه هي امكانياته وهنا الخلل. صح. الخلل اولا وجود مجموعه من هم ليسوا مهندسين وليسوا مؤهلين اكاديميا وانا متاكد ليسوا ايضا منتسبين الى نقابه المهندسين العراقيه انه هم يقومون بالعمل الهندسي. زين. هذا الخلل الاول. الخلل الثاني الامانه سمحت وهذه مشكله اكبر سمحت بشيء ما لغرض تسهيل الامور اثناء فتره يعني فتره ما بين 2007 الى 2010 2014 اللي كانت الدوله منفجره بالمشاريع وفلوس فسمحت الى مؤسسات الدوله بالبناء بدون اخذ اجازه من الامانه. نعم هذا وهذا وهذا خلاف لانه نظام الطرق والابنيه وقانون اداره البلديات وقانون التصميم الاساسي اللي هي ثلاث قوانين تنظم العمل العمراني في مدينه بغداد ثلاثه فيها ماده منفصله وجوب استحصال الاجازه من اجهزه البلديه قبل المباشره بالبناء. زين. فمن حصلت الموافقة إلى مثلا وزارات التربية وإلى بقية أي وزارة أي وزارة وحتى كانت يعني المنشآت العسكرية المفروض يأخذ إجازة. نعم. فاللي صار أنه يأخذ موافقة كل من كيف يقدم موافقة ويأخذ وأخذت على أن ما معناه ماكو داعي بعد تراجع الأمانة فبدينا نشوف أبنية بدون ارتداد مدارس حكومية أنشأت بدون ارتداد أبنية من طابق المواصفات مستشفيات كانت يشار إليها بالبيان صارت تغلف بالألكوبوند وهي مستشفى حسن السامرائي الخطوطي قريبة علينا ومستشفى الواسطي والمستشفى العلوية بدأت تتغلف بمواد بعيدة على الذوق العام. نعم. ودون رقيب لأنه حصلت يعني الموافقة. بداية حديثك أنت استشهدت بمثال جدا بسيط وهذا المثال حديث يمكن قبل ثلاث أيام صارت هذه البوابة. نعم نعم قريب ثلاث أيام أربعة يعني البارحة شفتها يعني فتت مني وصراحة لفت انتباهي لأن فعلا يعني أكو تشوه بصري واضح. بنفس الوقت يوم أمس أنا كنت بالمتنبي وكنت داخلة لمكتبة دخلت للمكتبة واكتشفت أن المكتبة هي داخل بيت كامل. نعم. بيت عراقي جدا وبغدادي قديم وصاحب المكتبة كان يتحدث وهو مندهش بجمال هذه التفاصيل وطرح تساؤل مهم إنه هذه الشخصيات سابقا اللي كانت تبني وتصمم وتزخرف شلون كان يخطر ببالها إنه هي تزخرف وتنقش وتكتب ليش ما صارت فكرة إنه خلص مجرد حاجز كونكريتي وخلص. السؤال جدا لفت انتباهي وأنا وياه بقينا بنقاش جدا ممتع شلون خطر ببالهم انهم يسوون كل هاي التفاصيل؟ قبل المهنه حينما تدرج المهنه ما كان اكو مهندس كان أطلاقا. خلفه كان خلفه ولكن هذا الخلفه اشتغل تدرج واثبت قدراته على التنسيق والهندسه بحيث يتطور تدريجيا الى ان صار معمار او اللي احنا نسميه الخلفه. فلذلك اولا هو لسمعته الشخصيه ما يقدم شيء اقل من لانه من يقعد مع زملاء الخلفات يتفاخر يعني لازم يقول هذا شوف هذا نتاجي. هاي واحد. اثنين هو امكانياته عاليه بالاضافه الى انه هو اساسا عنده يعني اوامر من الشخص اللي امر ببناء هذا المكان او هذا الصرح، مثلا احنا نتحدث عن خلفاء، نتحدث عن شخصيات لا مهمه لا مثلا لا صح؟ فاللي يعني وبعدين شفناه احنا من صارت دوله
وصار نظام، يعني نظام الطرق والأبنية سنة 35 ينظم عمل الخلفات، إذن أكو قانون، وينظم تدرجاتهم درجة أولى ثانية ثالثة رابعة، وما يترقى من الدرجة الأولى الرابعة إلى الثالثة إلا بعد أن يثبت كفاءة إنجاز لازم، وأن لا يرتكب أي مخالفة لا للنظام نظام البناء ولا لإجازات البناء اللي يعني يلتزم بمنطوق الإجازة. ثلاثة، هو من دا يشتغل هو متمكن من حرفته، زين يعرف الطابوق ايش تحتاج، يعرف الـ الخشب ايش يحتاج. حلو، هنا اريد اعرف هاي السنوات كلها هسه انت والله قلت على قولتك الوزارات تبروا من هالامانه، نعم يا بنتوا كيفكم اشتغلوا، نعم. زين هاي السنوات كلها هاي البيوت البناء اللي وصل عبر الرصيف، نعم. اللي كل من بكيفه الالوان العمارات المحال التجاريه، اكو عمارات تدري اكو عمارات أنا أتعجب يعني صراحة، يعني هاي ما تصير بأي بلد، يعني عمارات تعبر الكيبل التيل مال الكهرباء، زين هاي منو اللي إجا زحف الكيبل؟ منو إجا منو يعني منو عنده هاي السلطة إنه بسبب إنه العمارة أبو العمارة يريد يطلع على الشارع يزحف التيل يوخره؟ نعم شنو هاي شلون؟ خل أروي لك ما يعني أذكر لك ما قال القانون. قانون إدارة البلديات المادة 94 يعطي وزير العدل إمكانية إنشاء محكمة جزاء، محكمة في أمانة بغداد، زين، ويعطي وزير العدل حق منح أمين بغداد سلطة قاضي جنح وعنده قدرة لحجز المخالف لمدة 10 أيام، زين. هذا لم يطبق. أنا خلال خدمتي في الأمانة من عام 1987 إلى أن أحلت على التقاعد إحنا شفنا قاضي بس ما شفنا محكمة جزاء في بعض المناسبات نسبت للأمانة، ولكن المحكمة غير اعتبار. القاضي إلى أن تقدر تقنعه إلى أن يعني بينما المحكمة وأنت تحل الدعوة كان كافي لقضيتين ثلاثة يحكم بها وتنتهي المخالفات، صح، هذا ما شفناه. فالمواطن استغل الفرصة فبدأ يخالف، تغير الظرف الاقتصادي والاجتماعي يفرض اعتبارات أخرى. بمعنى القانون يقول قرار 850 يقول مساحة الدنيا للوحدة السكنية 200 متر مربع، الأمانة قدمت مقترح لإنزاله يعني قبل 2015 أي. لإنزال لإرجاعه إلى 120، البرلمان ما وافق المواطن بدأ يخالف بشكل يعني مفضوح، صح، فبدينا نشوف القطعة اللي هي عرضها 5 متر 3 و3.5 متر أي. زين شخاطة يسموها بناء يسموه شخاطة بالطول وهذا غريب يعني غريب علينا احنا. نعم. فمراقب البلدية المفروض هو الذي يقوم بهذا العمل زين. وانت تعرف احنا نحكي الوضع يعني تقصير من موظف البلدية ومرات ارهاب لموظف البلدية ما يقدر خاف، وانا انا انا يعني انا بالذات من كنا في بعض الحالات نطلع ونهدم زين ايه ما نخاف من المواطن، نخاف من المساءلات العشائرية أنه أنت جيت هدمت بيتي وهدمت البناء والمواطن يتحايل يعني لا. تروح أنت مثلا وعندك قدرة على الإزالة والرغبة في الإزالة، فإذا تجد أنه جاي يعني محضر زوجة إحدى النساء وقاعدة أستاذ محمد اليوم إحنا يعني لما قاعدة ما تقدر تهدم بعد ما تقدر يعني احتراما لحرمة البيت وهاي صارت كثيرا. أستاذ محمد يعني سابقا قبل تقريبا 5 سنوات لما نمشي على جسر الجادرية نشوف فندق بابل، نشوف برج جامعة بغداد، نشوف أشياء حلوة
أكو أشياء عراقية جدا موجودة نقدر يعني نشوفها بوضوح اليوم. وعلى ذكر شارع حيفا المخرج ده يحكي وياي انه هو اليوم انا لما انزل من الجسر ايضا من جسر باب المعظم من انزل واني رايحه على اجمل شارع ببغداد على اليسار اكو قدامي مجمعات سكنيه ما متناسقه مع هذا الجمال اللي موجود على يساري. هذا مثال ثاني واني احكي يعني باسف شديد اليوم اكو ملامح بلشت تتغير. بغداد مدينة بعمرها ما راح تصير مدينة متقدمة وتحمل ناطحات سحاب، وهذه مشكلة وما راح نقدر نتوفق إذا نريد نوصل لهذا الحلم. بغداد إطلاقا ما ترهم أن تكون بهالصورة. لا هي خلينا يعني همنا نكون متطرفين فهم باعتبار أن هي مدينة أفقية وهويتها تختلف. بغداد مدينة أفقية نعم نعم، لما كنا تعداد الشعب 14 مليون مع هذا لازم نحافظ 14 مليون اليوم الحاجة الإسكانية لا تفرض علينا صح اليوم. حتى يعرف المشاهد الكريم بغداد تحتاج مليون وحدة سكنية، مليون فيها بغداد اليوم قرابة مليون وحدة سكنية، وتحتاج مليون وحدة سكنية لعام 2030. نعم اليوم احنا 2024 نعم. يعني على باب 24 باقي لنا 7 سنوات. حضرتك ان شاء الله يعني او خلينا نقول اولادنا اللي ما متزوجين نعم. يتزوجون يراد لهم وحدات سكنيه زين وين يسكن؟ احنا مو اذا راح نبقى نفكر بالهر يعني بناء لا هو اصلا الشركه الالمانيه بالسبعينات قالوا بغداد لازم تتحول عموديه هو يعني ماكو حل ثاني بول يعني. سيرفيس بول سيرفيس في دراسه التصميم الاساسي الذي لا يزال نافذا لغايه يومنا هذا اقترحت ان يكون 25% من الوحدات السكنيه بشكل بناء خلينا نقول متعدد الطوابق متعدد الاسر. نعم بس احنا خلينا نقول مو خلينا انا اليوم احتاج بناء عمودي، بس لازم العمل بناء العمودي انظمه لا يكون العمل يعني، وهذا يتطلب تصاميم تفصيليه لكل جزء. واحنا عندنا ما شاء الله مجموعه طيبه من اختصاص الاربن ديزاينر في يعني خريجي بغداد وخريجي بقيه المؤسسات الاكاديميه الراقيه، يعني والأمانة تستطيع أن تستعين بهم ونقدر نسوي هذا. إحنا مو ضد بقدر ما إحنا نشجع إنه يكون بالمكان المناسب. إيه ما يأثر نعم على. هو فعلًا يصير تصميم قصد. يصير تصميم لكل منطقة. بس إحنا المشكلة الحقيقية ماكو رقابة ميدانية. نظام إجازات البناء رقم 2 لسنة 2016 أعطى الأجهزة البلدية سلطة على المراقبة. يعني خلينا نقول هاي المراقبه المستمره على إيه؟ على العمران. هذا ما مفعل هذا ما مفعل. نتيجته شنو؟ نتيجته انه انت اليوم تفوت من يم اي اغلب يعني الاجازات المبني دا تنبني حاط اجازه برقم هلقة صادره من امانه بغداد زين نعم حاط لافته ولكنه مخالف. حضرتك ما تعرف بس مشكلة أني أعاني. أنا أول ما أفوت أو أبوع هذا مخالف مثلا إذا تجاري ما مسوي 4 أمتار مسوي مثلا 6 أمتار أو أساسا ما طالع كانت ليفر أو أساسا صاعد على الطابق الأرضي، هاي أول مخالف. أفوت مثلا من السكن إجازات السكنية هو كاتب إجازة بناء وفعلا هو حاصل إجازة، ولكن حقيقة أنه هو مسوي مثلا دارج خارجي يعني مسويها واحدتين وهي هاي ايضا مخالفه. فاللي دي يصير انه هي ليس يعني انا من وجهه نظري ليس الحصول على الاجازه يبرر المخالفه، وليست هي يعني انت متحصل اجازه المفروض تطبق الاجازه طبعا تطبق وليس حصلت اجازه هي قبل كانت حتى الخريطه تروح بالاجازه طبعا لا هي الاجازه هي اجازه البناء هي شلون يخلي درج مثلا بدون غير موجود بالخريطه المفروض ما هي هاي المخالفه هو يشوف شيء ويسوي شيء اي حصل اجازه بشكل وينفذ شكل اخر. فموظف البلديه اما جهلا
وإما ليس جهلا، خلينا نكون واقعيين، إما جهلا فهو ما لأنه هو مو فني، لا هو خريج معهد ولا هو خريج إعداديات صناعة ولا حتى يعرف رسم هندسي ولا هو مهندس. نعم. فمن يفوت عندك إجازة يا عمي هاي الإجازة أيها أي أوكي ثم يروح. أكو إجازة. هو مهم التفاصيل. البعض يتصور مجرد حصول على الإجازة يخوله بالمخالفة. نعم. وهذا هذا الخطأ. وهذه المشكلة. هذا اللي دي نشوفه. بس بالحقيقة اليوم إحنا دنمر بفترة بتنوع مواد الإنهاء. هاي يعني هاي ملاحظة إحنا ما كنا يعني جيلنا ما شافها، يمكن جيلكم راح يشوفها هسه. يعني المواد الإنهاء بدأ إحنا في جيل الثمانينات والتسعين سبعينات والثمانينات كان هو اللبخ والنثر السمة الغالبة، السمة الغالبة في مواد الإنهاء. في التسعينات صار الحجر، بعدين اجى السيراميك، وبعدين هسه بدا البورسلين، بدا الفرونتيك، بدا اشكال كرتين وولز، الزجاج بدا يدخل. هاي المفروض نستفيد منها، نستفيد منها صح. يعني المهندس المعماري الذي يصادق على المخططات بالقليل تكون عنده فد رؤيه لما يجري في الشارع، من حيث هذا الشارع خلينا نقول يقترح، بالنسبة احنا كنا نقترح وتحصل الموافقة. هو أيضا أنا أتمنى أن أولادي المهندسين أن يقترحون هذا الشارع، نقترح أن يستعمل مثلا الفرونتيك باللون الكذا والزجاج، وهكذا يصير توحيد على مستوى الشارع. هذه الإنارات حديث آخر. أي إن شاء الله. بس هي اللي دا يصير هو الموظف مدى يعرف، يعني لأنه هاي رادلها قرار. نعم. يعني أنت حتى تحصلين موافقة هو قرار أنه نعم. أنت تبحثين الموضوع. نعم. إحنا يعني سعيدين جدا بالحديث معك، وكنا يعني باستماع مهم لكل ما تحدثت به، وكنا ثقة بجهودكم وخبراتكم، وهذا اللي نأمل أنه نشوفه بعاصمتنا الحبيبة بغداد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا لك. نلتقي بالخير إن شاء الله. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم، عندك موضوع آخر أيضا بصباحكم، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا. أغلب مواضيع التغذية اللي كنا نطرحها بصباحكم وبحسب رغبة الكثير من الناس هي إنزال الوزن والتخلص من البدانة أو الوقاية منها غذائيا، لكن بالتوازي هناك أشخاص يعانون من النحافة وربما لا يزيد وزنهم مهما تناولوا، وهنا راح يكون عندهم قلق فيما إذا كانت هذه النحافة هي طبيعية أم نتيجة خلل أو مرض ما، وهم يبحثون عن إجابة أو ربما إجابات يستفسرون أيضا. قولي إحنا قولي ونحن نبحث بزيادة الإنام بطريقة صحيحة، وأني من ضمنهم. راح نتعرف على الأسباب والطريقة في الفقرة القادمة. أبقوا يانا. طبعا آية تحدثت عن موضوع مهم اللي هو الناس تأكل ما تسمن بهذا الزمن، ببساطة اللي كلها تبحث عن الرشاقة وتبحث عن الضعف وتبحث عن أنه تنزيل الوزن. أكو في الجانب الآخر، الجانب الآخر آية تأكل أربع ريوقات، ثلاث غدوات، كم عشاء؟ اثنين، حتى نخفف يعني من اللود، يعني من السبعة الصبح تبدي تأكل لثنتين بالليل وما تسمن. صحيح. وطبعا لا تشيلين هم للدهن وللخبز، عادي كله يشتغل، كل شيء يشتغل والله. العشاء مشاوي تشوفوها ما شاء الله وزنها محافظة عليه وحلو. لذلك راح نحكي اليوم ويا مختص ويانا بالتغذية دكتور سيف الحسن. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير دكتور. شنو شنو المشكلة دكتور؟ بالبداية صباح الخير عليكم على جميع مشاهدينا الكرام. طبعا موضوع النحافة يعني موضوع أيضا شائع مجتمعنا، يعني ويا ما يكون مثل ما تفضلت حضرتك أنه بالتوازي ويا البدانة أكو نحافة. طبعا النحافة بالبداية لازم نفرق ما بين النحافة ممكن تكون لها أسباب طبية، ممكن تكون طبعا هو محسود هسه ممكن يكون محسود. أكو أسباب نفسية مثل للنحافة. الأسباب النفسية أكو أشخاص اللي عندهم يعانون من الاكتئاب. طبعا ما أقصد بالاكتئاب أنه الشخص
مشوية ضايج ويروح ياكل، هذا يقول أنا بالعكس من أضوج أروح أكل، لا هذا مو اكتئاب، هذا اكتئاب يومي. نحكي عن الاكتئاب كحالة طبية، كحالة طبية الاكتئاب ممكن يؤدي إلى النحافة، قلة الأكل، ايضا هناك الوسواس القهري متعلق بالنظافه. يعني الامور يعني التفاصيل النفسيه قصدك انه هي تاثر، التفاصيل النفسيه استدعت على التفاصيل النفسيه اللي تاثر. اكو الوسواس القهري المتعلق بالنظافه، يعني بعض الاشخاص يعني عندهم مشاكل وسواس قهري انه ما يقدر ياكل باي مكان، ما يستنظف ياكل اي اكل، هذا هم من ضمن المشاكل النفسيه. اكو رهاب يسموه رهاب الاكل قدام الناس هم، يعني فشخص ما يقبل ياكل قدام احد بالمطعم شيء هم، يعني فهذا حيقلل كميه الاكل. طبعا هاي اسباب نفسيه. أسباب العضوية للنحافة يعني أكو قائمة طويلة، على رأسها هي مشاكل الغدة الدرقية. أنا ما أقصد أنه كل اللي يعانون من النحافة عندهم مشاكل الغدة الدرقية، ممكن تكون موجودة، ممكن تكون موجودة. يعني الغدة الدرقية تفرز هرمون الثيروكسين اللي هو يتحكم لنا بالأيض الميتابوليزم، أي زيادة بهذا الهرمون يعني أي زيادة بنشاط الغدة الدرقية حيؤدي زيادة بالأيض، فلهذا نلقى أشخاص عندهم مشاكل الغدة الدرقية يكونون عادة يعني أنحف من البقية. زين. اكو مشاكل أخرى طبية أيضا ممكن تكون، مشاكل القرحة بالمعدة، مشاكل القرحة بالمرئ، مشاكل الديدان وغيرها. نعم. من المشاكل اللي هي ممكن السبب لنا. ومؤخرا دكتور صرنا نسمع كثير من الأشخاص اللي يعانون من النحافة إنه هم يكتشفون عندهم يعني تحسس من نوعية معينة من الطعام أو من الحنطة. شو تفاصيل هذا الموضوع وليش نسمع عنه هواي؟ بالضبط، يعني هاكو هي عادة المشكلة انه بعد ما صار تعديل وراثي على الحنطة من اجل زيادة انتاج جلوتين يعني صار الجلوتين، الجلوتين سبب انه هواي مشاكل. الجلوتين صار اكو هواي ناس مشريحة من المجتمع عندهم حساسية من الجلوتين، فلهذا مجرد ما ياكل خبز ابيض او مرات حتى لو خبز اسمر يرتفع عنده الجلوتين، يعني عفوا يصير عنده اعراض من الحساسية مال الجلوتين، نلقى شخص عنده لعبان نفس، عنده أعراض بالمعدة وغيرها من مشاكل. فهاي يعني مش مشكلة شائعة، أكو حساسية من الحنطة أصلا كلها من كل مكونات الحنطة، فهذا راح يضطر أنه يقطع كل المخبوزات. بس هذه الحساسية اللي أنت ذكرتها هذه تبلش بعمر مبكر، يعني ممكن الشخص ينتبه لها أساسا، ممكن الشخص بس الجلوتين يعني جلوتين عفوا مو كل الناس بتنتبه عليه، مو كل الناس تنتبه عليه، مو هي المشكلة يعني مرات إلا يبقى إلي يروح الشخص مختص، طبيب تغذية مختص، يلا انه يسوي له تحاليل من مجموعة، يلا يكتشف انه عنده حساسية من الجلوتين. نعم. زين هسه احنا هاي اللي ذكرتهم هي هاي الاساسيات للناس اللي يشكون من هاي اللي عندهم مشاكل طبية. غيرها شنو؟ اللي ما عنده مشاكل طبية، خلينا نقول مرات واحد البنية يعني التاريخ الجينات مالته البنية العائلية مالته هو اصلا يكون يعاني من نحافة، يعني ممكن يجي. ليش تقول يعاني؟ ايش عجب؟ يعني هو يعتبرها فد حاله مرضيه، يعني فس ليش مو حاله شويه حاله صحيه يعني؟ لا مو مرات استاذ بلال، يعني مرات اكو مقياس كتله الجسم اللي احنا بي ام اي نسميه، اللي هو نقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. لما يكون ما بين ال 18 لل 25 هذا الوزن، هذا يعني الرقم هذا معناته يكون طبيعي ماكو مشكله. نلقى اشخاص يكونون هيئتهم هم يعني عندهم نحافه لكن هم وزنهم ضمن الرينج الطبيعي يعني. فهذا ما عنده مشكلة، ما يحتاج أنه يتبع أي خطوات، مجرد يكمل حياته بشكل طبيعي. هي المشكلة أنه الناس تعرف أنه هي ما عندها مشكلة صحية بس مصرة أنه هي تروح للمشهيات أو تروح لطرق أخرى ربما تكون يعني غير صحية تماما. أكو هواية طرق غير صحية، أكو هواية طرق غير صحية، المشهيات، الأعشاب، المكونات الغير مدروسة اللي ما نعرف شنو مكوناتها، يعني زي اللي ممكن يسبب لنا ضرر بالمقابل. لهذا أنا أشوف يعني مع الأسف هواية أكو ترويجات لمنتجات معينة، يعني لحد البارحة كنت أتناقش في أشخاص على فد منتج معين بدون ذكر أسماء، يقولون إنه هذا بفوائد عدة وبفوائد عدة، طبعا الهدف من عدها كله هي هدف تجاري، تجاري يعني. طبعا اي تجاري طبعا. هو كي ما انكر انه اكو اشياء مكملات غذائية اكيد الزيد الشهية والزيد الوزن، اي بس انا انت ذكرت قلت انه يعاني، يعني انا اشوف هسه قبل خلينا نقول بالتسعينات وجوه كان يعاني، كان يعاني الضعيف كان يعاني صح يعني حاول يسمن والبنات يعرفون ايش دا سولف. زين اعتقد يعني كان جيل حتى كانوا يعني اكو هوسات على الدكسن، كان
بالضبط. هو الدكسن طبعا يعني دكسن احد الشغلات اللي يعني الدكسن ترى ما يسمن بشكل صحي، مجرد يحبس السوائل ينفخ الوجه، وخاصه هي مرحله الخطوبه لازم يسموه المون فيس. لهذا انا اشوف حالات مرضيه خطيه اللي ياخذون دكسن يعانون من هاي المشكله. يعني اكو بعد ناس هيجي طبعا يهسه اللي ياخذون لحد الان ياخذون يهسه لحد الان على مود يسمنون، حتى يسمنون لانه مشكله دي يسوون فد يعني فد كوكتيل من الشغلات اللي هي عقاقير معينه مثل برياكتين ودكسين وما اعرف شنو، يعني ما فد كومبينيشنات ما موجوده بهيك يعني، لا بيها عليها دراسات لا عليها فد دراسات على مود انه يخبطون هيك ماده ويا هيك ماده على مود يطوه يا للمريض. زين مثلا هسه المشهي مثلا اكو عندنا مثلا البرياكتين اللي هو اصلا دواء مال الحساسيه، البرياكتين اللي هو المعروف بالسبروهبتادين الماده العلميه مالته، هذا ماده هي مضاده للانتيهستام مضاده للحساسيه، احد اعراضها الجانبيه انه الزيد الشهيه. اغلبها الحساسيه يستخدموها للسمن إيه ما اعرف ليش يعني. بالضبط مو هي اعراض جانبيه مالتها انه الزيد الشهيه للطعام. اي فهي هذه تنوم وتهدئ. هي تنوم وتهدئ زيد الشهيه للطعام، يعني ممكن هاي بعض الناس يوصفوها بحالات معينه مثل ما قلنا اللي عندهم ماتهم البي ام اي جوا ال 18. نعم. يعني 16 ل 18. دكتور يعني قبل ما نختم حديثنا وياك بدقيقه او اقل من الدقيقه، نصائح اخيره للاشخاص اللي يعانون من حافه، الناس اللي ما عندهم مشاكل صحيه، شنو الخدع اللي لازم يسووها حتى يبقون محافظين وما يعني يفكرون زايد؟ اكو بعض النصائح المهمه، اول شيء التركيز على الطبق الرئيسي، يعني انه ابتعاد عن الشوربه، المقبلات، عن السوائل قبل الاكل، التركيز على الطبق الرئيسي، هاي نقطه جدا مهمه. تناول كميات كبيره من الطعام اللي عالي السعرات، يعني مثلا خلينا نقول البيض المقلي بالزبده، خلينا نقول مثلا الرز يسمن حتى يسمن زين واكو فد نصيحه بعدين يروح يدور جيم يريد يضعف. واكو نقطه جدا مهمه كغذاء اللي هو السموذي نسميه احنا، هذا السموذي مرات اكو شخص ما يقبل انه ياكل، بس ممكن انه يشرب كميات من السوائل، فممكن يخبط كل الشغلات مثلا عسل على زبده فول سوداني على امور اخرى يخبطها كلها يسويها ضمن شراب ويشربها وكأنه وجبة تكون وكأنه وجبة عالية السعرات. وطبعا النصيحة الأخيرة كرياضة اللي تفيدهم، الرياضة الوحيدة اللي تفيدهم رياضة كمال الأجسام. حلو. يعني رياضة كمال الأجسام أولا راح تبني كتلة عضلية أكبر، راح يبدي المظهر مال الجسم يكون أضخم شوية. ممتاز. وثاني شيء ما عنده شحوم، بالعكس وما عنده شحوم وأيضا الحزيد الشهية للطعام. نعم. احنا كلش نشكرك ونتمنى لك رشاقة دائما. نشكركم طبعا. شكرا لوجودي وياكم. شكرا دكتور. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام صباحكم لهذا اليوم، ونتمنى لكم الصحة والعافية مع وجود الأكل طبعا. وصلنا وياكم إلى الختام، راح نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله. مع السلامة.